أولا خلي أفيدك من مصادر مباشرة ومطلعة، لا تجري انتخابات هذه السنة، لا تجري، لأن الأطراف الولائية مامس وإيران غير ما مستعدة أي انتخابات تجري تحرمها من نفوذها بالعراق، لا يمكن. السؤال الآن، إحنا متأخرين في توحيد قوى الاعتدال العراقية، بالأمس أفضل من اليوم، قبل شهر أفضل من اليوم، إلى الآن الوجود العربي في بغداد نشكرهم، الآن صاروا موجودين، سفارات عندهم وغيرهم. السؤال اسألوا سفراءكم، هل قدرتوا توحدون هالعراقيين؟ لو كل موضوع واحد يجيكم يقولكم والله أنا عندي قواعد 20,000 و30,000 وكل واحد يحكي لكم بالعنتريات مالته، وتجي للواقع تجد كله كلام فاضي. الآن السؤال لمصلحتكم ومصلحة العرب ومصلحة الاستقرار بالشرق الأوسط وللمعتدين بالشرق الأوسط، لكي لن نكون إما بيد الأمريكان ولا إما بيد الإيرانيين. أعزائي افهموا الوضع العراقي وافهموا ضمن حل الكل رابح منه، أنتوا رابحين، الشعب الإيراني رابح، الأتراك الشعب التركي رابح، هذا الصيغة هي تؤسس لنظام إقليمي جديد، الكل ننتهي من هذه الحروب. هل الأموال صرفت على الأسلحة تصرف على البشر على مستوى ومعيشته؟ هذا خطاب يقدم رؤية عربية معتدلة تريد تعيش مع تركيا المعتدلة، مع إيران المعتدلة. نحن نريد تغيير سياسة إيران، لا نريد نسقط إيران، لا نريد نجزل إيران، نريد اعتدال تركي. هذا الخطاب يجب أن يدرك العراقي. نحن الآن أما نصبح ورقة بيد الآخرين وأما نتعاون مع قوى الخيرة والمعتدلة ورؤية مشتركة من العرب والإيرانيين والأتراك كي نأتي بصيغة جديدة. هذا أتمنى أسمع هذا الخطاب اللي عن طريقكم وصل إلى آخرين، وهناك جهود لتوحيد عراقيين بالداخل، بس لكن أقول لكم بصراحة العقبة بينا إحنا العراقيين، العداء بين الأصدقاء أكثر من عدائهم مع العدو، وهذا ألمس يوميا باتصالي معهم.